بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي خادم الحرمين الشريفين، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير بداية آيات من القرآن الكريم يرتلها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله تعالى وتوفيقه نعلن هذا اليوم من زيادة السنة المالية عام 1437 عام 1438 هجرية، والتي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة. وقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك بالاعتبار، وأن تعطى الأولية استكمال تنفيذ المشاريع المقررة في الميزانيات السابقة، والتي تدخل كثير منها حيز التنفيذ. أيها الأخوة والأخوات، الحمد لله على ما تحقق خلال السنوات الماضية من أبناء بناء وتنمية وطموحات كبيرة. قد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل وتنمو من خلاله مدخرات وتكثر فرص العمل وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة ورفع كفاءة الإنفاق العام ومراجعة منظومة الدعم الحكومي من التجرد في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال. كما وجه المسؤولين عن إعداد الميزانية أن يضعوا نصب عيونهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة أشكافة. فقد أكدنا على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن اللي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك. وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. إن مسؤولين جميعا المحافظة على ما تنمى به ترعى ببلادنا بحمد الله من الأمن والاستقرار لمواصلة سير التنمية، سيرة النمو والتنمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد 72 و73 و76 و78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1090 وتاريخ 27/8/1412 وبعد الاطلاع على المواد 25 و26 و27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 1013 بتاريخ 3/3/1414 وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 12/4/1407 الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام رسمنا بما هو آت. أولاً تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1437-1438 وفقاً لما يلي: 1. تقدر الإيرادات بمبلغ 513 ملياراً و803 ملايين ريال. 2. تعتمد المصروفات بمبلغ 840 مليار ريال. 3. يقدر العجز بمبلغ 326 مليارا و197 مليون ريال. ثانيا، تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب إجاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي وعلى الأجهزة التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها فتح حساب آخر في المؤسسة للنفقات ويتم التحويل بين الحسابين وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة والجهة المعنية. ثالثاً، تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة صرفها اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية 1424-1425 و 1425-1426 و 1426-1427 و 1427-1428 و 1432-1433 و 1433-1434 و 1434 و 1435 الصادر في شأنها الأمر السامي رقم وتاريخ 10/9/1425 والأمر الملكي رقم وتاريخ 16/7/1426 والأمر الملكي رقم وتاريخ 11/11/1427 والأمر الملكي رقم 1177 بتاريخ 21/11/1428 والأمر الملكي رقم 1/1 بتاريخ 3/1/1433 والأمر الملكي رقم 1/18 بتاريخ 17/2/1434 رابعاً، تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها. خامساً، 1. يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة. 2. لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك دون إخلال بما قضت به الفقرة الثالثة من البند أولاً من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1/14/37 ق بتاريخ 10/3/1437 ويخول
وزير المالية بالاقتراض وفقا لذلك. سادسا، تكون صلاحية السحب من احتياطي عام الميزانية وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الرابعة من البند أولا من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تاريخ 10/3/1437. سابعا، تقدم الأجهزة الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة لوزارة المالية تقديرا عن الإيرادات والمصروفات الشهرية لكامل السنة المالية 1437-1438 على مستوى البنود خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ الميزانية. ثامنا، تكون صلاحية النقل من وفورات البرامج والمشاريع وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الخامسة من البند أولا من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم تاريخ 10/3/1437. اثنين، تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية فيما عدا البرامج والمشاريع بقرار من وزير المالية بناء على طلب من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ثلاثة، تتم المناقلات بين اعتمادات البنود فيما عدا ما ورد في الفقرتين 1 و2 من هذا البند بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل من أي بند أو يضاف إليه عن نصف اعتماده الأصلي فيما عدا بنود الرواتب ضمن الباب الأول تعويضات العاملين وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. تاسعا، لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاما في حق من يخل بذلك. عاشرا، لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي: 1. العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. 2. عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع بشرط أن يكون الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. 11. إذا ظهر خلال السنة المالية 1437-1438 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية فلوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1437-1438. 12. تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء. 13. لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. 14. لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة. 2. يستثنى من الفقرة 1 من هذا البند تعيين الوزراء وموظفي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. 3. لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
أربعة، يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحويل مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. خمسة، يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. خامس عشر، على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة. سادس عشر، يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سابع عشر، على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز. المرسوم الثاني خاص بميزانيات الأمانات والبلديات. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد 72 و73 و76 و78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1/90 وتاريخ 27/8/1412، وبعد الاطلاع على المواد 25 و26 و27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 1/13 وتاريخ 3/3/1414، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 100/6 وتاريخ 12/4/1407 الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، رسمنا بما هو آت. أولاً، تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1437-1438 بمبلغ 26,313,931,000 ريال. ثانياً، تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1437-1438 بمبلغ 6,047,960,000 ريال. ثالثاً، يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقدارها 20,265,971,000 ريال. رابعاً، تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية. خامساً، تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك. سادساً، تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في البنود ثالثاً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وعاشراً وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر ورابع عشر من المرسوم الملكي رقم وتاريخ 17/3/1437 الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437-1438. سابعاً، على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة. ثامناً، يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه. تاسعاً، على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز. المرسوم الثالث
وهو خاص بميزانية المؤسسات العامة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد 72 و73 و76 و78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1090 وتاريخ 27/8/1412، وبعد الاطلاع على المواد 25 و26 و27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 1/13 وتاريخ 3/3/1414، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 100/6 وتاريخ 12/4/1407 الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، رسمنا بما هو آت. أولا، تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة وما في حكمها ذات الميزانية الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437-1438 بمبلغ 133 مليارا و62 مليونا و238 ألف ريال. ثانيا، يودع ما يزيد على الإيرادات المقدرة وما لم يصرف منها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي ما لم ترى وزارة المالية تخصيص جزء من هذه الزيادة في الصرف على الاحتياجات الضرورية للمؤسسات العامة. ثالثا، تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعا، فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على موازنة المؤسسات العامة الأحكام المنصوص عليها في البنود 3 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و11 و12 و13 و14 من المرسوم الملكي رقم 100 بتاريخ 17/3/1437 الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437-1438. خامسا، على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة. سادسا، يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه. سابعا، على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورؤساء المؤسسات العامة وما في حكمها كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين.